شفنا. شوف بقى الحالة دي حالة سهلة جدا جدا جدا. شوف طاهر فين يا كابتن؟ شوف طاهر فين يا كابتن؟ تمركز الحكم فين؟ دي نقطة مهمة، احنا النهاردة بنتكلم كابتن هاني على تمركز الحكم. قرار الحكم لحاجتين، التمركز الصحيح ولحظة الربط ما بين لمس الكرة وموقف التسلل. هنا نشوف تمركز الحكم، هو هنا سابق. اتخض لما لقى طاهر محمد رايح لوحده، اتخض. راح رافع الراية. تعالوا نشوف الصورة التانية في نفس اللعبة. الراجل ده رايح انفراد، نفس لعبة الشحات، بس دي يمكن الكرة متأخرة شوية. ولكن هنا أيضا المساعد التاني بيحرم طاهر من فرصة محققة لتسجيل هدف تاني. انفرادات كمان صريحة، يعني جدا. أنت رايح أنت وحارس المرمى. جدا جدا. اللي جاية دي أخطر. الحالة اللي جاية دي أخطر. يبقى هنا هدف أهو تاني أهو الحكم المساعد هنا أخطأ فيه. تعال نشوف اللعبة اللي جاية كمان، اللعبة اللي جاية دي مهمة قوي. نفس اللعبة لطاهر. بص يا كابتن. هل من المعقول يا جماعه هل هذه الحاله يزيد على التسلل؟ حامل الرايه هنا كابتن ناصر اوندو المساعد الثاني واقف يعني في موضع صحيح، لكن يعني بستغرب من دايما بيرفع الرايه. بص يا كابتن، انا قلت حاجتين للمساعد. ايه هما؟ انت بتركز في حالتين، لحظه اللمس دي والموقف. لو انت ما ربطتش كويس قوي يا عماد، يا كابتن هاني، يا كابتن ايمن، لو ما ربطتش اللحظه دي ولحظه الموقف تروح منك اللعبه. يبقى هنا التركيز مش موجود، احيانا بيحصل مشاكل. النهارده الحكام السعوديين اضعف ما في المباراه، رغم ان هي مباراه سهله جدا جدا، ان الاهلي سهلها بثلاث اهداف في ثلث ساعه يعني. ده هدف ثالث، اعتقد مش هقول هدف، ولكن فرصه محققه لتسجيل هدف. هنا بتروح لطاهر. نشوف بقى طاهر هيروح يسند، هيروح انفراد يا كابتن هنا خلاص، او هيبقى معاه كهرباء ناحيه الشمال يلعب له باص جون ثالث. ثلاث حالات النهارده في المباراه صعب جدا جدا يحدثوا، يعني يحصلوا في مباراه واحده يا كابتن اسامه. تعالى اوريك كمان ان الحكم النهارده ولا عنده قراءه ولا عنده توقع، وده الف ب بنقوله من الحكام. ايه؟ خلي بالك النهارده ادرس طريقه لعب النادي الاهلي، وادرس طريقه لعب نادي استاد بيزجان. تعالى اوريك حالتين ورا بعض، شوف قد ايه الحكم النهارده اخطا في تمركز، في توقع الكره فين.